لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله راكم صحاب، إن شاء الله راكم ملاح. مع بداية الموسم الدراسي بالنسبة للشباب الطبي إن شاء الله راح تكون بعض الكلمات وبعض الزيكزامان اللي راح نحلوهم باش تفهموا الموديل مليح. ممكن تشوفوا الفيديو راح يكون شوية صعيب بالنسبة لكم كبداية، وبعدها راح تعاود وترجعوا ليه راح يكون سهل بعد مزاولة الدراسة إن شاء الله. وباش نفهموا هذا الدروس لازم تفهم الدروس اللي فاتوا في دورة ترمينولوجي. نبدأ على بركة الله. أولا إكزامان دو ترمينولوجي ميديكال زائد كوريكسيون، راح نديروا أسئلة خفيفة على موديل ترمينولوجي علم المصطلحات مع الحل نتاعه. ديكومبوزي لي مو سويفون بروفيكس راسين سوفيكس اي اون بروبوز اون ديفينيسيون. السؤال راح تقسم الكلمة نتاعك على ثلاثة، وإذا كان عندك ديفينيسيون راح تحط ديفينيسيون ولا تعريف تاع كل كلمة. أول كلمة سبلينكتومي. سبلينكتومي وش معناتها؟ هي استئصال الطحال. سبلين ينقصد بها الطحال، اكتومي هي ابلاسيون ولا نزع، ابلاسيون دو لا رات، رات هي الطحال. نفوتو للكلمة الثانية ايباتو ميغالي. ايباتو ميغالي وش معناتها؟ هي تضخم الكبد. ايباتو وحدها، ميغالي وحدها، ايباتو هي الكبد، ميغالي هي تضخم. راح تقسم الكلمة وفي الأخير راح تكتب ديفينيسيون. هيباتوميغالي هيبرتروفي هيباتيك هي تضخم الكبد. نفوتوا للكلمة الثالثة ميوكارديوباتي. ميوكارديوباتي راح نقسمها ميوكارديو حدا وباتي مرضي دو ميوكارد. كما نعرفوا ميوكارد هي طبقة من طبقات القلب، كاين لوندوكارد ليبيكارد ميوكارد. الميوكارد هي طبقة اللي جاية بين ليبيكارد الاكستيريور اللي هي في الخارج، لوندوكارد هي طبقة داخلية للقلب. راح نتعمقوا في هذه الدروس كامل في موديل اناتومي ان شاء الله. ميوكاردوباتي هي اهتلال عضلة القلب ولا تعب عضلة القلب. الكلمة اللي بعدها سيستوبليجي، قسمها سيستوبليجي هي باراليزي دو لا فيسي. سيستو نقصد بها لا فيسي اللي هي المثانة، بليجي هي باراليزي ولا توقف ولا شلل، باختصار شلل المثانة. العنصر اللي بعدها كولي سيستوغرافي. كولي سيستوغرافي نقسموها كولي سيستو غرافي وحدها، راديوغرافي دو لا فيزيكول بيليير. كما شفنا قبل في موديل ترمينولوجي في دورة ترمينولوجي في دروس اللي فاتوا في باراميديكال ديزاتوب، كوليسيستو غرافي، غرافي نقصد بها التصوير، كوليسيستو اللي هي المرارة. نضيفوا الفيزيكول بيليير للمرارة لابلاسيون تاعها كما شفنا قبل، نزيدو كتومي نقولو كوليسيستوكتومي. دائما عبالية النزع ولا الابلاسيون نقولوا اكتومي. نفوتوا العنصر الاخير ليمارتروز. ليمارتروز نقسموها ايم ارتروز. ديفينيسيون تاعها بريزونس دو سون دون زون ارتيكولاسيون، نشرحوها هي وجود دم في المفصل، ولا نقولوا هو داء مفصل الركبة. إيم هي الدم، أرتروز نقصد بها المفصل والركبة. وصلنا نهاية الموضوع، إن شاء الله يكون عجبكم. نقولكم اللي ما التحقش بينا إن شاء الله تعجبوا قناتنا باراميديكال ديزاتوب، خلينا جيم وبارتاج للقناة، ولي راهم معنا في القناة إن شاء الله يخلونا بعض التعليقات باش نعرفوا الأسئلة تاعهم والمواضيع اللي راها دور في بالهم إن شاء الله. إن شاء الله دوام الصحة والعافية، تهلاو لي في رواحكم وسلام.